وين قاعدين؟ الاستوديو عندنا. السالفه انت وين؟ محل ما التصوير؟ لا والله عند واحد اسمه عباس ويحب الانتيكات. شلونك مرتضى حبيبي؟ شو اخبارك؟ والله سودا مسخم اخوي. مبينه ما دام من البدي. انا قلت هيك خريته. ايش مال البدي؟ لا هو اسود، لا هو اشلح، لا هو نفطي، ما تعرف. لا صاوح علاوي معاذ اليوم مش لابس. زاجل ما كامرتك واقفه دقيقه، اعطيني التليفون عباس. دقيقه مرتب. ما اعرف كامرتك واقفه، شنو منتظر واحد؟ عباس كيفك علوش؟ انا اسيا المغربيه. على راسي، اهلا وسهلا. حبيبي انت شنو حادثني؟ يعني ما ضايف اخوك؟ السلام عليكم حبيبي. هسه هذا طلع طالع صورتي امك؟ طالع مرتبه بس واقفه، يعني هسه وقفت انت وهذا الولد. راح انزل مره. لا يلا ماشي يلا. بدا وياك يتحرك يعني. ها خاب شنو هذا؟ انا مو نتك. وين مكنك علي؟ ما نتك مو انا مكنك. هذا ابو الالف ادري ما يعيش بوبو. هو انا ادري شلونك. ها حبيبي نوبه من النوبات. كنت بيران زين، رحت اسوي عمليه زين. فانا شو اسمه طقوني بالبنج هذا المخدر زين. ابو شنو زين؟ اسمع مش شاشتك واقفه وجاي ابوح من هذا التليفون مرتبط. ليش ليش انت مع علي عبد المسخم اليوم؟ انت ضعيف. ايوه حق هذا. الله ما اعرف ليش، بس انا لازم اتجهز على مود اشوفك هناك تحتوش تتحرك. اسمع قبل ما اطب قلت للدكتور، قلت ترى انا عراقي، انت تعرف بعد الشغلات مال الايرانيين وهاي الامور وهاي العراقيين. انا قلت هذا خاف يزقني ببره ولانه شاتن مكاني زين. والله المهم وانا بالبنج نايم وقاعد تفشش من خميني هيشش من نيران. كان هذول مصورين وانا طايح. الايرانيين يم ايش يصيحون؟ ياخذوا. انت تدري البنج مالتهم يسوونه من الساهون؟ ساهون يوكلون كم ساهون هواي ويصير عندهم بنج عام، ولا هم ما عندهم. اقول لك ابو مناكه ما عندهم مقص يسوون بها العمليات مالك. شو ما طبر والله كبير، ما عندهم اي شيء ولا جهاز. شنو السالفه؟ ايش عجب؟ حطها بالتين. وعليك ابو انا سويت عمليه لقيت الدم واصل درت شبي. اقول لك مرتبة شلون؟ هسه انت وين؟ هساني بلاد العثمانيين بالامبراطوريه. طبعا هاي اكو ناس يعني جاي يدرون بيك فاتح بث ويتصلون. هاي ما ادري شو تسوي، شو تخلي لهم كتشب مطعمات مال اندومي؟ احب هذول علاجهم بعدين اسولف لك اياه. كذب عندك؟ والله بعدين على خاصة لك اياه. رايد شيشتين والله عنده هواي. هذي تكواني يا راد. اقول لك هذا الوراق مش كان واقف ورا صدام حسين؟ لا وقف اكو ناس يفهمون غلط. ما دا احكي على خميني ولا دا احكي على احد، بس انا كنت بالبنج فما ادري جاي اسولف زين، والايرانيين فاهمين السالفه غلط. لا لا عمي السالفه يعني. السالفه مو هيك. لا بالعكس، بس هو كان يعني يحكي على انه طالع من البنج. بنج ما تروح تحكي عمي. لا مو بوعي الانسان، وهذا شيء شيء حاصل يعني، انه الانسان من يكون مو بوعي يحكي كل شيء. يعني انا عندي مرات مو بوعي. وانا قاعد بالانستغرام ولا قديش المره واحد داز هديج وشايله من علباته زين زين اي وديش يصرخ، وهذا يعني قال لي على صوته صيح قول والله احد، قول والله احد على صوته زين زين. اي اجا اجتك حب زرقوك بكل شيء. زرقوك باثنين. اي حبيبي بعدهم هو اصلا خلت تجيني جاي اشوفه من العشاء. فأنا نشرت بصفحتي ركاب الديش طب لواحد كان يقول لي أنت عديم الإنسانية تحارب الديوتش. قلت له خالص شنو أنا ما تقول لي أسد أنا شنو إلى ذلك؟ أدري كنا في سوق الغزل؟ أنا أدري. أنا شنو يعني مثلا أقول لك قدامك؟ أقول لك شو هذا طلع هنا أنا شو بس ما طلع يمي.
يبوا يزرقوك بكلش من هاي المخفيه روح. يا ابي دخل يزرقوك، ما هو يعرفون اني ليش في ابانيه بدز لنيها، ومن قال لنيها ما اقول لك علاوي صار لنا موقف حلو مريت فيه في المظاهرات يضحك شرفك. والله مرتضى انه واي اكو موقف نشرته زين بال 26 10 27 10 كان الطق يعني كلش قوي زين. اختنق الدخانيات يم الساتر، فالشخص اي واحد عندنا من يختنق يوقع يشيلونه يودونه وين اكو اسعافات يخلوا له اكسجين يضربونه ابره شويه يعني بس يرد التنفس مالته زين. فاختنقت بذاك اليوم شالوني واحد منا واحد منا انا وانا قوه اسحل بروحي اختنقت يعني كلش. فلقيت سوداني يبكي وهيك قاعد ويبكي دول يشتغلون باب الشركه مال واحد كلاصه اثنين كلاصه اسير قول لهم دول. فلقيته قاعد ويبكي يبغى قلت لهم وقفوني يمه وقفوني يمه وقفت يمه قلت له صاير شيء بالخرطوم اكو شيء اكو بالسودان انت يا اليمن يا اللي مصدق احنا عندنا حرب موقف من المواقف الساعة بالستة ونص سبعة الا ربع يلا نمنا كان تعرف كرمو هاي فطونا راح انه ننام فبهذا الوقت نايمين على الساتر اجا واحد مفول يعني نازلة جوزة عنده هواي يا الساتر ولا صحيح اي دوطان انا استوني نايم شلت البطانيه قلت له بعد اخوك تريد سفر الى صاله ولك تدخل من ساعه وانا طق قلت له والله انا حمس التمرين جيتني فهواي هواي يعني مواقف اكو مواقف يعني اكو موقف من المواقف مره كبيره يعني هي من اهل الله زين يعني يعرفوننا انه علي سمير واقف على الساتر وكذا هواي من الابطال موجودين ويانا زين فقالوا لها هذا علي سمير كذا هذا رايد شيء قالت لهم يما انا اريد اطش فتشي اجي بي شي لاخوتي زين ماشي زين اجتني قالت يما هاي عشرة واريدك يعني تجيب بها بيبسي لاخوتك من يختين يقولوا هاي بس لا تصرفها قلت له يما ذا بتمشي باكر كاظم سلام الله عليه وين وديها؟ قلت له وين وديها؟ هي عشرة سوينا وديها؟ قلت له هاي عشرة قلت يما واحنا نجيب رحم الله والديه. يعني اقول صغير ما ادري شنو. والله انا كنت مركز بك بوقت المظاهرات يعني احييك بصراحه. فدوى لعمرك فدوى لقلبك والله مو بس انا مرتضى هواي من الابطال هواي يعني هسه اكو رسائل جاي تجيني تقول علي ليش ما انه العفو ليش عفت المظاهرات وكذا انا اولا مو عفتها لكن من صارت مسيسه الاحزاب وصارت عصابات وصارت نوع من بيع المخدرات وهاي السوالف الكريستال والحشيشه فانا ما اقبل على نفسي اليوم تجي حكايه انه والله علي سمير بقى هناك على مود هاك وحشيشه ها علي سمير تابع الحزب انا اخر بشر يتبع حزب بالكرة الأرضية هو أنا ما أتبع أنا لا أقولك علامي أنا من صارت مال الحشد الشعبي بوقتها تعرف الحشد الشعبي يعني مو شي هين بدايته زين أكيد يعني الحشد الحشد مقدس لأنه حمى أعراض ودافع عن بقاع ودافع عن مدد وما دور غاية وقتها اجتنا سفره احنا كطلاب ما حد نفض قالوا تروحون معايا شوي الحشد اوكي نعم فلبست ملابس مال الحشد هيك ورحت لهناك المهم لما يعني رجعت طقاس وروني شرطه بحسابي فبزمن المظاهره ظلوا ينشرون صورتي انه هذا ايراني وهيك ثياب يا ايراني قلت لهم قالوا هذا وي جماعه العصائب ورا فتره انا كان عندي مسلسل برمضان نزلتها على قناه الفرات كان يقولون مرتضى عاف العصاب ضر يشتغل يا عمار الحكيم زين اخر شيء نشرت منشور صاحبي كان من تيار صدري فنشرت مدحته دخله ولقوا حال صوره مقتدى كان يشرب قال هذا بطل من العصائب طب يا عمار الحكيم وهي سوي صدر الجد متناقض الكذب من الكذب قلت لهم يا قلت أدراني تكسي قلت لهم يومية وي واحد لا بس هو شوف اليوم أي بشر
أي بشر إذا كان من يكون حتى وإن عندك متابعين قليلين، البشر إذا أراد يصدقك فيصدقك بهيج شيء. اليوم قلت لك أنا والله جاي أرد على رسائل، لقيت هواي رسائل هواي يقولون عن ليش عرفت المظاهرات. واحدة من الرسائل جتني يعني بها فشار يا بني، أنا لأول مرة أشوف بني فش هذا ما أنا شكيت، أنا شكيت قلت هذا يعني السيستم مالتها ولا يعني نظامها ولا بالضبط. هو عندنا قياسات، عندنا قياسات وعندنا أحجام ألوان عندنا بها أهمية. ففشار هاي دزيت لها بصمة أدب، يعني قلت لها أنا أعوذ بالله من كلمة، أنا اليوم إذا أريد يعني مثلا تابع الحزب أو عد فد جهة معينة جاي تدعمني، فتعال طولت شهر شهرين وطفرت. زين آسفين على آسفين على بشاعة المنظر طبعا. تعال هارا مسوي أسنانك فلا أسنانك فرستين ولا تعشين أما شبانتين. هاي لا هاي هي تجي قطعتين، هاي حار وبارد نربطها برجلي هسه وتسريحها. اقول لك عمو شلون ايش بيش فلوسه؟ شو وجهه فالت هاي فقط؟ هو بالله؟ لا لا بعد مركب ما فالت، لا بعد ايش بيش خالو؟ ايش بيش؟ قولي له شلونك؟ شلونك؟ ولك هاي صدمة الفرخة. لا مرتبة مربيها ما تحكي يا شباب وولد يعني. يا بابا والله كبر والله شوي شو اسمها شو اسمها يا ولد؟ اسمها لارا. لارا؟ اقول لك انت وين لارا وين سلك هذا الشيخ؟ يعني احاول املك اعصابي اريد نحاول ها نجيبها لأنه ملينا من هاي الأسماء جاسمية راسية. ما تلغى توجهك يعني السومة ما تبقري لا رجابك يعني أنا حبوبتي أنا حبوبتي أم أمي اسمها دلم يعني من كانت صغيرة شي يسمونها المجذاب ما يجيك العمر مجذاب يدلعون هاي تبسونها مي والله صدق دلم والله صيغ زمان دلم الله يسر عليهم متوفي الله يرحمه الله يرحمه اي الله يرحمه مو قلت لك يعني اسمه دلم يعني اسماء غريبة عجيبة قلت لك عشيري هذول الكبار الكبار ليش دائما يصير حقنا شايف ويسوى خبات وهاي على طار الكبار والله ليش دائما شنو النساوين من يكبرون بعمرهن يصير حاوقات وخبازه وهاي شنو الفيلم تعجبك فول شايف هاي لما تقعد مثلاً هاي العمة لما تقعد قدامها تشنى مثلاً تشنى عافت قبط شغلها ورجلها قاعد بصفها رجل يعني ابنها ومرته قاعدين شوف وين احنا بزمننا كان الديارم حتى ماكو تليفون حاجات فيها نعقل لها وكيت عايفة وقاعد يم مرايته استوى سوالف مو طبيعي. اقول لك انا مره هنا الوزه يوسف على زليخه مره من المرات كانت عند بيبيتي الله يرحمها عمرها 100 وكسور يعني 105 لا تعال حبوبتك دومنا مو اسمع ايش ما هاي حبوبتك بال 50 ورقه تسع عمرها كبير. المهم جتني قالت انت يا ابن من؟ قلت لها انا ابن فلانه. شوي رحت ورديت كانت قلت لها يا ابن من؟ قلت لها حبوبه ما انا قلت لك ابن فلانه قبل شوي زين ورا شوي رديت عليها قالت لها قلت لها ابن من؟ قلت لها حبوبه ابن فلانه رحم الله والديك. فسولف انا واختي وجاي ناخذها نطلع برا عود يعني زياره باللي البيت خواننا زين كان طاعت لابوي هاي اول باعي. والله هذا الشيء قد احكي لك صدق يعني طاعت لابوي قلت لها شو هذا ابنك بشربه تالي الليل وطلع يفتر انت مالك كلمه وياه؟ قلت له انا راح ياخذ اختي عشان تقول له ياخذ اختي تالي الليل ولا هذا خاف عاشق اختي قلت يا ابي خلنا احضر هذا وقف شنبوك ترقون حبوك كليشي؟ شنبوك وانا ضربتك كليشي انت هسه وين مرتبة؟ حبوك بتركيا يعني وين تركيا؟ باسطنبول اه
شلون الاوضاع هناك؟ والله الاوضاع يعني من يانا الحين اوضاع كورونا يعني. لا زين سيطروا عليها خابدون اقول انا تلقى محلات وما انت شايف محلاتنا مال قصابه غير تلقى يجي لحم وشغلات واكلها مشمره تدخل على محل القصاصيب مالتهم وبدك يجي تفرش وتنام دول وين انتم كورونا عمي اقول لك هو حتى الطلب مالهم تلقى الصوف ما تبي يكفوا حتى ستايلر تلقى الطلب كاف روحه مسوي تسريحه بهيجي انا اول مره اشوف طلب اجقى وحلو الدور شلاب وباو عليه تحسه بغل يكرم الله شلابهم بدك ايش تحضنا وتنام قد ما نظيف بيعطر يا اخي ما ادري شني ايه احسن من اخوي يقول لا مو لهالدرجه وينك كان شيء شربه كان شيء يا يا لابس له معمل مال جفوف هذا اشتريته وهذا حسوني اخوي هذا نفسي هذا مكانه مال نفسي ما يتغير ما اعرف نفسه ما جايبين اخوي اقول لك كم ابن عندك كم ابن ها كم ابن عندك شنو السالفه روضه هي بس دار بس دار ايه الله يخلي لك اياها ان شاء الله شدوا عمرك بس هي هاي تعادل يعني روضتك بشرفك وكحه انسان انسان يعني مو وكحه وانما لسان عليوي انا مرات شو اسمه اريد اسالك سؤال عنه اول شيء اول ما اتذكره لك اتذكر لك المقطع اللي مره طلعت من السادس لابس اصفر لابس اصفر وميمي سابور علك ان شاء الله بس هاي ما تحصل هاي ما تقول ايه تقول ايه وقت كلش اشتهر هذا كان بدايتك لو انت بلشت انت بالبرايه هذا كان اول فيديو لي طلعت من السادس كانت امتحانات ورمضان وحر وكانت الاسئله الوزاريه احنا كان علمي فماكو كان احياء وتطبيقي زين فجابوا الاسئله مال العربي زرقوك بتلي يعني انا اول مره اشوف اسئله ملاكم يعني كانت الأسئلة طب 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 وحدة قلع وحدة مستقيم يعني ما لحقنا عليه فأخوي لا أقول لك ولا أقول إنه طلعت يعني أنا ما جاوبت الصراحة بس طلعت يعني شايف إنه من تدرس 90 يوم وتعب نفسك وأنا صدق تعبت باي السنة بس عبرت هي بنفس السنة دور ثاني يلا نجحت دور ثالث يلا نجحت من العربي يعني تعبت كل الصبح ما نايم وقار وتعب وتركيز وها جاء هذا السؤال مهم ها هذا مدري شنو تعرف لما تقعد قبل الامتحان بساعة فما جاوب طلعت يا الله قاني قال مثل المدرس قال ايش فيك قلت له معود تروح يا ياسين كشكو قلت له قال لي متنبي من يا عمام كان الشيخ قلت له الشيخ في رضا انا عندي ديوان شعره ونزلت لك بعد دوسة ونص من نزلت انا ما كان اعرف انه هناك جاي يصوروك بس يعني شوف انه العفو مو ما اعرف انه هواي تليفونات صورت بس ما اعرف انه راح ينتشر ما اعرف انه راح يوصل للعالم ترجع تنام لما ترجع من الامتحان فنمت قعدت المغرب هي محترقة لقيت الأمة محترقة اخوي ابن امه وابوي لقيت اخي السيارة وياه قلت له شنو راح اموت فلهذا السبب وراها نزلت مال النخيل لما قعدنا بالمول مال الموطن هاي مشتغل عماله يعني مشتغل عماله العفو بيوم مستلم 25 وهذا صديق مستلم 15 ماشي فقال العلاوي ليش ما نروح للمول وداعت امي لاول مره ادخل مول لان انا قضيتها بس كنت العب طوبه بنادي بالجويه وشغل يعني ما طاب لا سالفه مولات ما احب هاي السوالف فقال لي علاوي خلينا نروح للمول قلت له اوكي مشينا فرحت للمول فطبينا اول ما تصعد مول النخيل اكو كوفي دي فوق يصير بالوجه اول ما اخر طابه ايه خلينا نقعد ننزل قلت له اوكي نزلنا قلت له عصير فيها برتقال وما ادري شنو اخويا شو اقلب العصير بسبعه ونص ايه
ابوي يجيب الصندوق باثنين وربع، امي تسوي طشتين. يعني رمضان كله نكمله بطشتين احنا. قهوه، القهوه بخمسه ونص. شنو السالفه؟ شنو هاي السهر للصبح؟ يعني هاي ما حجه؟ الشاي هسامي بالله لاني كلن على صفحه، انا الشاي موتني قبل الاستقام بالف وربع. قلت له ابوي يسوي خطه كامله شاي العطور وشاي احمد ويخبطهم كل ما يكلفنا 2000 ويمشينا سنه سنه ونص. بعد ما تحملت ما تحملت البطل ما يبلش. قلت له شيل زمزم بدي اجيب التليفون ثبته. زين قلت له بعد ما شرفك انت مو كهرباء. انا ممنوع ادخل المول. ورا شهرين خبرني مدير المول قال له انا عازمك تعال. قلت له من هسه؟ والله قلت له من هسه؟ قال هذا كان حساب انت الدفعه مو قشمر. اقول لك هذا محسن اللي يحكي وياك احكي يلا سوفي. علاوي حبي شلونك؟ هلا يا روحي. الله يسلمك. اقول لك علاوي في بدايه شهرتك ما كانت الناس عرفك انت بالسمي الصبيح، صح ولا غلط؟ ولليوم انا ما ذاكر انه انا اقول ذهبت باسمك يعني. انا باسمي على مود انه لا يجي يوم من الايام يقولون تعكس على اسم والدي. خب انا لليوم انا افتخر اقول انا بن سمير صبيح، ولليوم وين ما اطلع انا بن سمير صبيح. بس على مود لا الناس تقول انه ها هذا تعكس على اسم والدي، ها هذا انعرف باسم والدي، ها هذا والده صعده. لهذا السبب انا ما تعكست على اسمه وما. ولليوم يجوز لليوم ما ناشر صوره انا وياه. يعني أنا أول ما بشتك بداية هي مال السادسة أنا همشن الطالب مثلك زين؟ نعم. فاشتهر هذا المقطع نعم. مال السادس وهاي صراحة ما كنا ندري بيك أنت بن سمير يعني صراحة يعني حتى حبيناك وعرفناك ما ندري بيك أنت بن سمير صبيح. أقول لك أنت عندك شعر تحشيش يا ولد. نعم. شعر تحشيش تحشيش عندك عفو؟ بما أنك بما أنك من نسل شعراء إيه؟ شعر تحشيش؟ ايه هو اكو بس فيه كلمات يعني ما اقدر احكيها بالهذا. اي شيء ويا بيها شو اسمه؟ اسمع ابو ذي يقول طبع ذي النحب يا ناس ما اخون. ايه لو ان تنطر غدر على الراس ما أخون. جيران العصر جابوا لي ما أخون مال بامية بشيني تبي لك الله تأكل سابع كرة. لا هذا واحد يقول علي الحق كون بجرح عيدة. إيه علي الحق كون بجرح عيدة ويا قلب الماء شبع والضيم عيدة خادم تدلن علي الحق كون بجرح عيدة وقلبك ما شفت بيضين عيدة. أنا خادم تدلل عيوني لك علي أشفاك كون بجرح عيد. أنا مشينا فيلم ما كنا قبل قدام للصبح. أنا يظل للصبح. الله يا عيدة مثل جينات فوق الرأس ساير. ايه معيد احنا التعدى عليه ساير ما تسأل عليه بداعة ساير تبيك تني ساسم مقفر وياك السالفاني. والله انت ما تخابر ما تبقى صوت بيك خلي موتي انت خطك الشركي وما قلت صح. اقول لك حرام ما تقطعت السلسلة مال المنجيين كنت كانت حلوة. لا اخويا عدنا ان شاء الله جاي نشتغل احنا. والله كان عندك هذا المقطع مال بوب جياب متنطح عليه. هذا انت فجرنا. بالمناسبه مرتبه كل التصوير كنت اصوره كله ارتجال يعني انه مجرد بس فكره نخليها ببالنا ونرتجل بالكلام. مبين لان اسلوبك نفسه بالضبط. فدوى العمر فهو وراها نزلت موسم ثاني مال عالم أم جاي مقلدت هوا بغداد تريد تنتحر من جزر السرابي. شفتن انت شو ما كلهن تقريبا. اي فان شاء الله هي عندنا ان شاء الله موسم ثالث لأم جاي. اقول لك احمد هم
صار عندك مشاكل بالسوشيال ميديا، شنو عانيت من عنده؟ مثل شنو يعني؟ يعني شنو تحسه بالسوشيال ميديا؟ شنو هسه اتصالك تقريبا الى حسين لك سنتين هيك، شنو عرفت عن السوشيال ميديا؟ والله خلي اعرف وجهه نظرك. انا من 2014، انا مو سنتين، يعني انا من 2014 انا بالتواصل. انا بالانستغرام مش انت تشوف حسابك هواي، انت تشوفك فيسبوك. اللي انه شوف الانستغرام سويته متاخر. انا بالفيسبوك حسابي الحمد لله والشكر انه زين. لكن بالانستغرام سويت اخر واحد سوى فيس انستغرام هو انا. صحيح. لانه كان بوقتها بس صور اذا تتذكر، ووراها صار المقطع 15 ثانية فكان يزل. ويا موقف هذا جزن احد اشكالات لازم شو اسوي؟ اتشنبق. لا لا فافترت الكاميرا بدي ست مرتين. لا حسك فهاي دارة تفتر. ايه جاي تفتر؟ ايه والله اخويا مع الاسف. ايه هيدا هسه تلقى شارع عدل وتمشي. لك حب سرقوت كليشة مريدتي. شي ذي؟ وعلي. اسلامي. كبرة بالكلايس. لا في الشيء كان بس هذا ما لحقت علي الملعون. ما زرقة بدعوة بشرفك زرقة بدعوة هذا أنا يومي دعا اليوم دول إن شاء الله كون أصبعه يصير بي شلل نصفي يعني منه أنا لا يقدر يحك خشب، لا يقدر يحك راس، لا يقدر يسوي خدسان. طبعا ما أعرف مرتضى والله حتى لو الشاشة راحت يعني ما أعرف إنه شنو اللي حصلونه من هذا والله أنا مين راح يخبروني دول والله أنا مو فد شيء مهم، أنا جداً عادي يعني مو فد مشكلة. ليه أنا بين فترة وفترة يلا أفتح بث العفو، بس أنت اليوم شنو اللي تحصله؟ أنت الغاية من عندها شنو؟ أساس ما شوف هذا الطفل اللي يوتي لو بيدخل مثلاً من المدرسة فهمني. أقول لك أنا هسه هذا ما له من يكتب الكليشة، نقول بالله مسودن، الله مدوبه، باقي عريج. انا يقتلني ابو الانستغرام كانت ايه نيجي حط كنيجي مجد فيه طيب ما تقدر هالشينا من شركة والله ما ادري هاي الشركة هي مضطهدتنا اي والله حبوا ناس بان عاجل بعض علاه صورة ما تقوم معكم بالبيت ما جاني التفاشي شوف هو انا جاي نظم علاج لهم جاي احضر انه جاي يسوي لهم خلطة من هاي النماذج اللي هي انه سن مال فار احول وذيل مال مطحش السامع مواليد 97 الذيل هو جلده او بدون جلد لا هو وجلده وشعراته وهكذا وتجيب لها ريشه مال نعامه مستهتره يعني لا لها رداد ولا لها اي واحد يعني ما يسوي لك ريشه هي من الباط ايه هي منها من الشرحة منها وتجيب حافر مال حصان بس كنا خريج بس مؤدب يعني خريج مؤدب مو الاطلاق حافر مال حصان ويا شو اسمه كيلو وين سرجين واربع مطال هو يا يعني شنو تفرم عليه خوفه حش السامع ونعال حبوبه وتعيس هندو وقول جلدي شوية من عندي تقربهن قلبتين هي تقرب أبطشي أبني شو تسوي تجي تجيب مثل الشاش ماشي تدهنهن بهاي وتخليهن على ذاناته على عيونه على حلقه يعني بعيك لا أرى لا أسمع لا أتكلم وبعدين على تفوفه على صعبة على باطاطة إذن الله راح يصير لي فالتشمع بالكبد ترقعت والله يلا عليه وخلص بعد انت صوتك واقفة تفتح لايف شو راح